هناك مقولة شهيرة مفادها: إذا كان لديك حديقة ومكتبة فأنت لديك كل شيء تحتاج إليه. وعندما يكون هناك في بلد ما مكتبة كهذه المكتبة، فقد أصبح لديه كنز ثمين وإرث عظيم. فمكتبة قطر الوطنية صممت لتكون مكتبة ثلاثية الأبعاد، كونها مكتبة وطنية للتراث والتاريخ، مكتبة عامة تتيح للجمهور الأدوات المعرفية الكثيرة، ومكتبة بحثية رقمية من خلال بوابة إلكترونية للمهتمين كافة حول العالم، تمكنهم من الاطلاع المفتوح والمجاني على كنوزها المعرفية. إنها نموذج حقيقي لمكتبات القرن الحادي والعشرين. على مساحة 45 ألف متر مربع وفي قلب المدينة التعليمية، تتربع هذه المنارة المعرفية الحديثة لافتة أنظار زوار المكان من خلال شكلها المميز والمستلهم من تصميمه الساحر في كتابين متقابلين مع بعضهما، وترتفع الطيات في الزوايا تدريجياً عن الأرض نحو الأعلى لتشير إلى المكانة المرموقة التي توليها الثقافة القطرية للكتب والمعرفة. كل شيء يبدأ فكرة، وحين صمم المهندس المعماري العالمي ريم كولهاس هذا الصرح المعرفي، أراد له أن يكون الوجهة الاجتماعية المفضلة لكل سكان قطر، والمكان الذي يؤمن لهم الأجواء والمناخ الملائمين لتبادل الأفكار والتعليم والتفاعل المجتمعي. في شهر إبريل من عام 2018 كانت البداية الرسمية. وضع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الكتاب رقم 1,000,000 على رفوف مكتبة قطر الوطنية، وهو نسخة نادرة من صحيح البخاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي لهذا العالم المعرفي الجديد. هنا المساحات الواسعة والفضاءات المفتوحة كما الكتب تماماً يتيح البهو الرئيس للزوار مشاهدة كل ما حوته المكتبة، حيث تشكل رفوف الكتب جزءاً متكاملاً من القاعدة، عدا الحواسيب وشاشات الوسائط التفاعلية التي تساعد على البحث عن المعلومة. كما يحتوي البهو عدداً من الابتكارات التكنولوجية مثل نظام فرز الكتب الآلي ومحطات الاستعارة والإعادة التلقائية التي تمكن أعضاء المكتبة من استعارة الكتب وإرجاعها بسهولة ويسر، ولا ننسى فضاءات الراحة المميزة.